السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم أحضرت لكم كأس من كؤوس الفاخرة، فهذه الكؤوس تباع بمفردها، يعني فيها علبة فيها كأس واحد، فهذه الكؤوس شخصية وتباع منفردة كما تلاحظون. ثمن هذا الكأس 750 دينار جزائري، يعني 75,000 دينار جزائري. كما تلاحظون هذه هي الملعقة، كأس جميل جدا، فهو كأس شخصي كما تلاحظون. فهناك الكثير من يحب هذه الكؤوس الفاخرة. وهناك أنواع كثيرة وأشكال مختلفة للكؤوس. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسونا على التعليقات على الفيديو، واتركوا لنا تعليقاتكم لأن تعليقاتكم تهمنا. شكرا لكم وبارك الله فيكم.